إن شاء الله الختمة ليلة الجمعة، ومن أما فليخفف. وإحنا بنعمل كده، واخد بقى؟ بس انتوا لما بتحسوش نعمل ايه؟ دي مسؤوليتكم بقى. احنا هو ده التخفيف اللي النبي قصده. ما قصدش النبي التخفيف في الصلاة انك تقرأ آية واحدة بعد الفتحة وتركع، أو آيتين وتركع. كان النبي إذا افتتح سورة أتمها. هي دي التخفيف بتاعنا. ما تحرمش نفسك بالذات في شهر القرآن انك تسمع قرآن كتير. خلي ربنا يشفي صدرك ويكفيك همك ويخليك تعرف معنى ايه، معنى ايه الله اكبر اللي بتقولها دي عشان تدخل الصلاة. يعني الله اكبر بقى من ضعفي ومن همي ومن كل ما يخفني، اكبر من كل حاجة. فطالما هو اكبر من كل حاجة سلم له نفسك بقى، واقعد بقى شوية كده بين ايديه تجناجيه زي ما بتقعد كده عند الدكتور كده وتاخد ساعة. ده في دكاترة بيقول لك الساعة، الحوار معايا الساعة بس، تدفع 1000 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه عشان نقعد بس يتناقش معك ساعة. ربك بيقول لك تعالى ما تدفعش وحديلك، والساعة اللي هتحددها في الوقت اللي تحبه وتنهيها وقت ما تحب. شوف قد ايه بدلعك وانت مش واخد بالك. شوف لأي واحد عظيم من عظماء الدنيا كده عشان تقابله لازم تعدي على السكرتارية وتاخد ميعاد مسبق وتحدد الموضوع اللي هتتكلم فيه والمدة اللي هتقعدها فيه، وكمان يقول لك لازم تيجي بلبس معين وتتكلم ببروتوكول معين. مش ده اللي بيحصل ولا لا؟ مع بني آدم يحمل العذرة في بطنه ومفتقر لكل حركة نفس، مفتقر لبربشة عينه، مفتقر ليبلع ريقه، فقير من كل أحواله، وعمل حوله هذه الهالة، فما بال رب العالمين بقى. عشان تعرف ان كرامة المسلم ان يقف بين يدي ربي، وعزة المسلم ان يقف بين يدي ربي. هو ده العز حقيقي، فهمت؟ وتنجيب ايه؟ بالقرآن اللي تيسر بلسان الحبيب، واللي نزل على قلب الحبيب، واللي ما لقاش مهبط ليه في الاكوان الا قلب الحبيب. الجبال المجتمعة لا تتحمله، وربنا خلق قلب واحد يتحمله، مش اتنين ملوش شبيه، قلب ملوش شبيه. نزل عليه القرآن ولسان ليس بعده أفصح لسان، تيسر باللسان. فشوف ايه الشرب بقى، بتكلم ربك بكتابه وكلامه بلسان العربي المبين اللي هو لسان النبي، ونزل على قلب نبي أعظم مخلوق خلقه الله. وبعدين بعد كله تقول لي الإمام خفف، تبقى أنت مش فاهم بقى، واخد بقى؟ لأن أنت اللي عقلك خفيف بقى. فعلى الأقل يعني اعتبر رمضان ده يعني فترة كده، غير بقى أسلوب صلاتك المعتادة السريعة دي ونقرة الأرض، وتدخل من الصلاة وتنتهي زي ما دخلت فيها. إذا كنت مفزوع من حاجة بدأت مفزوع منها وخارج مفزوع منها، إذا كنت مهموم بحاجة دخلت مهموم بيها وخرجت مهموم، يبقى أنت ما خرجتش. أنت المفروض تدخل في الصلاة تخرج من هم الرزق وخوف الخلق. أنت داخل كده مهموم برزقك وبمستقبلك وبمشاكلك، ومهموم بالخلق اللي بيكيدوا ليك، وقلت الله أكبر وقعدت تصلي شوية. لو طلعت بنفس الهم ده يبقى أنت لسه ما صليتش. فهمت بقى؟ فربنا يسهل، يجعل كده صلاتنا قرة عين لنا وراثة نبوية وخلافة محمدية. أسعد ما تسعد به في الدنيا ليس تحصيل الدنيا ولا المناصب ولا الشهرة ولا أي حاجة. أسعد ما لك في الدنيا هي مناجاتك لربك، لحظات وقوفك بين يديه. هتعرف كده كويس لما تموت. وانا بقول لك قبل ما تموت الحق نفسك، الدين والنصيحة، بدل ما تحصل تعرف كده بعد ما تموت وتندم تقول يا ريت انا ليه ضيعت وقتي على النت وعلى الواتساب وعلى القهوة وفي النادي وفي الشارع وفي التسكع في الشوارع، وتضيع الوقت في الكلام مع زمايلي في كلام لا طائل من ورائي، ضيعت وقتي في حاجات كتيرة قوي، تقوم تندم بقى. فانا بقول لك هو قبل ما تندم، عشان لما نتقابل يوم القيامة تقول انك انت ايه نصحتني، لانه الدين والنصيحة. احنا قلنا الخلافة
الآدمية على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة تقوم على 3 أركان، تأديها تقابل ربك كامل، عبادة ربك، عمارة الأرض، النصح للخلق. 3 حاجات تعملهم، 3 وظائف سهلة سهلة، ما صعبش عليك الأمور. استخلفنا لنستعمر يستعمرنا في الأرض، يعني عمر بنا الأرض، لأن الله لا يحب المفسدين، مش كده برضو؟ واستخلفنا عشان يعبدنا، ما خلقت الجن إلا عشان نعبده، ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. واستخلفنا لننصح لبعضنا البعض، إني لكم ناصح أمين. فاهم؟ عايز تبقى خليفة للأرض لله في الأرض، صحيح، اعمل 3 وظائف دي. ومين اللي قام بيها على أكمل وجه؟ الأنبياء. ومين أكملهم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقوينا جميعا، ونخطف نفسنا من فتن الدجال والتشويش والمشوشات وزينة الدنيا اللي تبرجت أمامنا، ولو تحققت وجدتها جيفة لا تطاق، وانت قاعد ايه بتتفرج عليها وفرحان بيها وهي جيفة لا تطاق، تراب فوق تراب، وكله حيلو يقول للتراب. زي ما قلت لك زمان، كل اي اكل، الاكل الغالي قوي في فندق 10 نجوم، وكل بقى على الرصيف مع الناس الفقراء لقمة حاف، الخارج واحد بس، المنظر هو اللي بيخليك تغتر. فطالما الخارج واحد يبقى الداخل واحد. تراب بتطلع تراب، انت تراب بتاكل تراب بتطلع تراب، فما فيش داعي تتخاني على الكلام الفارغ. فهم؟ كل ما تيسر وايه، وهب الى عبادة مولاك وعمارة ما أقامك الله فيه. الدائرة اللي أقامك الله فيه لازم تعمر. أقامك في أسرة، حافظ على الأسرة دي وعمرها وربيها كويس. أقامك في عمل، اتقن عملك. فهمت؟ أقامك في أي مجال، عمره، دي عبادة. اوعى تبقى من المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اوعى، الله لا يحب الفساد. فحيثما وجدت عمر، تبقى أنت كده بتعبد ربك بالعمارة الأرض. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم بعمارتها، ده كلام سيدنا صالح. فهمت؟ وهكذا. وكل الأنبياء اسمهم إيه؟ ناصح. ناصح ده اسم إيه؟ لكل نبي. وأنصحهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ فربنا يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه.